السلام عليكم. النهارده عايز اشرح لكم الاير سسبنشن سيستم فكرته كلها عامله ازاي، الريبيلتي بتاعته، صناعته، تقدر تستخدمه ازاي، تقدر تختاره ازاي للعربيه. ناس كتير بتسال ازاي اختار الاير سسبنشن، هو خطر ولا لا، هل مثلا ممكن مساعد يضرب او يبقى يضرب مني وانا ماشي. الكلام ده كله هشرح لكم النهارده على العربيه هوندا اس 2000 فيها موتور 2000 تربو، عشان الناس بتفتكر ان هو بيبقى العربيات اللي هي ضعيفه بس او وزنها خفيف بس، لا، وبيكمل اي عربيه عادي خالص. كل عربيه ليها السيستم بتاعها، هي السسبنشن بتاعها من اول الماروتي لغايه الام 3، اي عربيه تقيله عادي ممكن جدا. اهم حاجه ممكن تختار السسبنشن سيستم، تختار حاجه تكون مناسبه لعربيتك، مناسبه لسواقتك. السسبنشن سيستم بالذات لازم يجي كيت بتاع العربيه، ما ينفعش تختار العربيه على حاجه على حاجه، لا، الموديل بالظبط لازم تختاره بالظبط. يعني مثلا دي هوندا اس 2000 جاي لها كيت بتاع هوندا اس 2000 نفس السسبنشن بتاعه. اللي مشترك بس بين كل العربيات هو المانجمنت سيستم، هو الاير تانك. الاير تانك ممكن تختار تانك كبير تانك صغير، عاده بيبقى من 15 لتر لغايه 25 لتر تقريبا. ممكن تختار الكمبريسور واحد في العربيه او اثنين كمبريسور عشان تشحن الاير تانك اسرع، وفي نفس الوقت يبقى الضغط عليهم بيتقسم عليهم هما الاثنين. النهارده العربيه دي فيها مانجمنت سيستم كله من اير ليفت 3 بي. 3 بي هو تقريبا تاني كاتيجوري بالظبط بعد الفي 2 بايلوت وقبل ال 3 اتش بالظبط. الفي 2 بايلوت بيبقى واير، بيبقى مش وايرلس، ما بينفعش تتحكم بالموبايل، مفيش كنترول موبايل خالص. كل الشغل بتاعك من اليونت اللي جوه العربيه للكنترول يونت جوه بيبقى فيها، بتبقى وايرد سيلف، مش هينفع تبقى وايرلس خالص. بيبقى فيها تقريبا 8 زراير، 8 زراير دول بتتحكم في كل اير باج لوحدها، كل سايد لوحده، سواء قدام شمال ورا شمال او قدام يمين ورا يمين وهكذا. تضغط عليه توطي، فيها حوالي 8 ميموريز تقريبا. تظبط بين بوزيشن في العربيه، مثلا عايز وضع الباركنج، عايز عربيه وهي على النورمال رايد، عايز عربيه مايله يمين مايله شمال مايله قدام مايله ورا، كل الكلام ده تقدر تظبطه عادي. النهارده السيستم ده هو على العربيه بقى هوندا اس 2000 ده 3 اتش زي ما قلنا. بتنزل الموبايل اب من على بلاي ستور، بتكتب اير ليفت، بينزل السيستم بتاعها، بتتوصل بالبلوتوث من اليونت اللي جوه العربيه، بتشرف عليه العربيه وتحطيها من هنا، من اليونت هنا عندك هنا بيبقى في 12 زرار تقريبا زي اليونت اللي جوه العربيه بالظبط. كل زرار دي وظيفه بالظبط هشرحها لكم. هنا مثلا الزرارين دول بتوع قدام شمال، هنا قدام يمين، وهنا ورا شمال ورا يمين زي ما شرحنا. مثلا انت عايز تعلي العربيه من قدام، هنا طبعا الضغط بتاع الاير باجز في كل اربا بالبريشر بالظبط. هنا مثلا قدام شمال دلوقتي عندنا مثلا الضغط بالبي اس اي 10، قدام يمين 15 وهكذا. تقدر تعلي مثلا كده، توطي نفس الكلام، ورا نفس الكلام ممكن توطي. لو في اي مسج او اي فولت بيظهر لك هنا على طول، زي دلوقتي كان مكتوب لنا هو الفولتج لول، ان العربيه لسه عايزه تشحن شويه، البطاريه نامت شويه عشان كنا شغالين عليها من شويه. في ناس بتسالني هو ينفع امشي قدام اعلى من ورا او ورا اعلى من قدام، ده براحتك. بس هو النورمال رايد المفروض بقى ليك بي اس اي ضغط معين او بالبار حسب ما انت بتختار اليونت بالظبط تمشي عليها، عشان الايرب ما يبقاش عليها ضغط، او في نفس الوقت المساعد هو عليه ضغط لما انت موطي الايرب قوي. هو عاده بيبقى النورمال رايد قدام تقريبا 85، ورا 65. لو انت معاك حد زياده في العربيه، لو العربيه مش رودستر يعني مش كرسي بس، بتزود البريشر حسب وزن اللي راكب معاك. نقدر نعرف العربيه شويه، شنطة العربية دي يكون راكب الاير تانك، الاير تانك دي فيو ستانلس، ده الكمبريسور في ار. هنا المانجمنت سيستم بيبقى من اير ليفت، ده بتاع 3 اتش و 3 بي، هو هو المانجمنت، سوري المانجمنت بالظبط، بيخش فيه خراطيم الهواء كلها. بيبقى فيه 6 مداخل، مدخل جاي من الاير تانك، واربع مداخل لكل اربه، ومدخل ومخرج اسف للاكزوست. طبعا انت بتحاول بقدر الامكان، طبعا وانت بتركب السيستم انت بتحافظ على مساحه شنطه العربيه، بالذات العربيه دي صغيره ماشي، خد اصلا مش مستحمله حاجات كتير، بتحاول بقدر الامكان تستغل المساحه دي كلها. يبقى في اماكن فاضيه تقدر تحط فيها اي حاجه بعد كده. احنا هنا العربيه دي رغم شكلها صغير بس بنحاول نستخدم الشنطه كويس جدا. عندنا الانتي رول فور من تحت الاير تانك، حطينا الكمبريسور واليونت جنب بعض بالظبط عشان ندوس مكان خالص. الخراطيم الاير لاينز كلها بتبقى ماشيه من جوه العربيه، في الكتيره مفيش حاجه بتبان خالص معاك، مفيش حاجه بتضايقك. ما ينفعش تمشي طبعا من تحت العربيه عشان دي بتاعت السخونيه بتاعت الكتمان. كل ده طبعا بيمشي معاه مع بيمشي الاير تانك والكلام ده كله، اسف الاير لاينز مع الكتيره، كتيره العربيه لغايه قدام.
بالنسبه للايرلاينز قدام لازم طبعا تمشي ده كله من جوه العربيه، ما ينفعش تمشي ورا تحت خالص علشان ما تحتكش بالعربيه بالعجل وهو ماشي، فممكن ياكل من الايرلاينز. هنا طبعا دي في لازم تكون مقفوله، كل القرابات مقفوله، كل السيستم بيجي بلاج اند بلاي، مفيش حاجه ابدا بتقصها، ما بتستخدمش شاشه اللحام نهائي. بيجي حتى الكتر بتاع الايرلاينز بيجي برده بتاع العربيه، تقص بيها على طول، تركب على طول بلاج اند بلاي، تركب اي حاجه عشان ما يحصلش تصريف في الهواء او يحصل اي مشاكل في الكهرباء. بيجي طبعا بكل فيازات وكل ده ممكن نعلي هوريكم مثلا نور مرايه في العربيه وش بتعمل ده. المايك زي ما قلنا قدامي بقى تقريبا 80 ورا 65. هنا بتختار الاوبشن بتاع العربيه، تظبط السيتنج بتاعها، تختار الشاشه اللي انت عايز البرايتنس الكلام ده كله تختاره عامل ازاي. لو انت عايز زرار معين انت تعلي العربيه مره واحده او توطي العربيه مره واحده ده برده بتشغله، بتختار يونت اذا كنت عايز تشوفها باليو اس بالبي اس اي ولا بالبيكار. هنا الاوبريشن في لو انت عايز العربيه اول ما تفتح الكونتاكت وتدور العربيه تقوم وهكذا لما تصفيها توطي، ده كله تقدر تظبطه. ده المينيمم دايفنج هايت، ده انت بتظبطه لما تكون عندك ال 3 اتش اللي هو بيبقى فيه الهايت سنسورز، بيقول لك ازاي لو انت عايز مينيمم هايت للعربيه بتظبطه تقريبا 25% من هايت انت بتظبطه العربيه في الميموري، بحيث العربيه ما تخكش معاك في المطبات او في بعض المطبات زي حسب طولة وقتك يعني. المود انت بتحب تشوفه بالهايت ولا بالبريشر، ده طبعا في ال 3 اتش برضه مش في ال 3 بي. بالنسبه للسيت اب انت بتختار سنسور تولز، بتختار الكمبريسور، كنت عايز تشغل كمبريسور واحد ولا اثنين، بتشغل اثنين مع بعض. عايز الماكسيمم بريشر في الاير تانك يبقى كام؟ هو الطبيعي ان الماكسيمم بريشر بتاع الاير تانك يبقى تقريبا 200 بي اس اي، احنا بنخليه 185. هو ده طبعا يشيل لغايه 200 بي اس اي، بس طبعا لازم بتبقى مش ضغطه قوي، انت كده مش هتستفاد من الهواء ده كله. ده لو انت عايز تعمل الفاكتوري ريست للعربيه تاني بتقدر ترجع العربيه زي ما كانت وترجع من قبل جديد. بالنسبه للكاليبريشن دي حاجه مهمه جدا. كاليبريشن انت اول ما تركب سيستم في العربيه او اول ما تميلها يمين شويه او انت رفعتها على كوريك من جنب وجنب، العربيه هتديك على طول فولت ان في ليك في الهواء. طبعا لازم تخش على الكاليبريشن، بتعمل كاليبريشن للعربيه تاني، بيقول لك سكوت لازم تخلي العجل قدام، بتظبطه على الارض طبعا مستويه، الارض يفضل ان هي تكون خشب. طبعا بتخش على الفيرجن بتاعت السيتنج بتاع العربيه، بتعرف انت وصلت لايه بالظبط بالنسبه للتولز، بالنسبه للفيرجن انت وصلت لها، لو في تحديث تاني، لو في ابديت للابلكيشن بتخش عليه. بيبقى طبعا في ابديت اول باول، بحيث انت لو عايز تشوف اي حاجه جديده في العربيه تقدر تظبط الكلام ده كله من على الموبايل ابلكيشن. لو في اي استفسار تاني ممكن تبعتوا لي كومنت على الفيديو ده. احنا النهارده بنصور الفيديو التاريخ 28/2/2018، بس العربيه مش هينفع ننزل الفيديو دلوقتي غير ان شاء الله يوم الهاند داي يوم 27/4 باذن الله ان شاء الله، بناء على رغبه احمد تيفا صاحب العربيه. لو في اي استفسار او اي سؤال تاني عايزين تستفسروا عنه ممكن تكلمونا او تبعتوا لي كومنت على الفيديو ده، ان شاء الله هجاوبكم على طول. شكرا.